ان شاء الله يكون خير يا رب. المهم الواحد انه يكون بامان، امان ما بدناش اكثر من الامان. بحلم انه اني رايح وهو لاحقني وضربته سياره او نازله عليه قذيفه او شيء هيك، يعني بصير يبكي، بنحط له قران تحت راسه. We see people who are traumatized. We also receive many vulnerable people, many people who are disabled.